ركوب طائرة غير بخمسين درهم أصبح ممكنا في المغرب. لأول مرة في المغرب غادي يمكن لكم تعيشوا تجربة فريدة من نوعها على متن طائرتين وباخرة اللي تحولوا المطاعم فاخرة. كيفاش؟ إيها سيدي، مطعمان فاخران على شكل طائرتين غادي يتم إحداثهم في المدينة الترفيهية دانيلاند في أكادير. وأول حاجة غادي يكتشفوها المغاربة بعد عيد الأضحى في هذا المشروع هو التلفيريك. شكون هو التلفيريك؟ التلفيريك عبارة عن وسيلة نقل حضرية معلقة في الهواء بسلك كهربائي لغيربط قصبة أكادير أوفلا بالمدينة الترفيهية دانيلاند. وهذه التجربة لأول مرة غادي يعيشوها المغاربة مورا العيد الكبير، وهذا المشروع تصنف أكبر مشروع ترفيهي في إفريقيا. ونزيدك، هذه المدينة الترفيهية فيها حديقة مائية خاصة بالنساء، إيه غير الحيالات، وهذه زوين المحجبات. وأيضا كاين منازل متنقلة حديثة باش تدور في المدينة الترفيهية كيف ما بغيتي وانت في دارك. دارك تحرك، إيه إلا عمركم ما شفتوها في دانيلاند غادي تعيشوا هذه التجربة. ويمكن لكم تستمتعوا بالكارتينغ والميني جولف والفروسية زائد فنادق في الهواء الطلق. واللي زوين بزاف هو ممكن تضرب دويرة في المغرب المصغر غير بثمانين درهم. غادي تقولوا لي كيفاش؟ سيدي، كاينه واحد البلاصه في هذه المدينه جمعوا فيها جميع المعالم الاثريه المعروفه بالمغرب، جامع حسن الثاني، ولي لي، الكتوبيه، صومعه حسان. يعني ممكن تضرب دوره وفي نفس الوقت تلتقط صور معهم وكانك ضربتي دوره في المغرب. وفي اتصال قمت به قناتكم مغاربه العالم مع السيد عبد العزيز حويس رئيس المدير العام، واللي قال في التصريح ديالو بالنسبه للبروجي دانيلاند ريسورس كامب un projet de parc d'attractions et de parc aquatique الأول من نوعه في إفريقيا، وهو منتجع سياحي في واحد المجموعة من المرافق النشيطية الترفيهية. واللي هو جميل في هذا البروجي هو أنه تتربط بجوج ديال الخطوط ديال التلفيريك. الخط الأول يربط المدينة بالقصبة ديال أكادير أوفلا، والخط الثاني تنطلق من القصبة ديال أكادير أوفلا إلى الغضبة الخلفية التي تتواجد فيها المشروع المنتجع السياحي الضخم، اللي تقريبا المساحة ديال الأرض اللي تحتوي هذا المشروع تتراوح بين 56 إلى 60 هكتار تقريبا. وهذا المشروع فيه واحد مجموعة من الأنشطة السياحية الترفيهية، فيه مطعمين على شكل طائرتين ضخمة.